الى ذلك جدد فخامه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه الشقيقه موقف بلاده الثابت تجاه القضيه الفلسطينيه وحق الشعب الفلسطيني في استعاده اراضيه واقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشرقيه. في هذا المقام وفي اي مقام الا ان نجدد موقفنا الثابت والراسخه المتعلقه بحق الشعب الفلسطيني في استعاده حقه السليم في كل ارض فلسطين واقامه دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف وانني على يقين ونحن مجتمعون اليوم في بكين في ضيافه في 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 فخامه الرئيس كسي جين بينغ سنزرع فكره بل سنزرع افكارا وستنمو حركه وسنحسد مصيرا مشتركا طيبا